بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، في كل يوم هناك يعني قصة أو خبر علمي أو اكتشاف. عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد أو لابد أن نجد إشارة علمية دقيقة لهذا الأمر، وهذا يشهد على أنه كلام الله، لأن الله تبارك وتعالى هو القائل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. سبحان الله، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اليوم أيها الأحبة، أحببت أن أتأمل معكم خروج الحي من الميت. يعني كنا نسمع بالأرض الميتة التي تكون جافة، فعندما ينزل عليها الماء أو المطر نرى النبات يخرج، نرى الحياة تدب، نرى الكائنات بدأت تدب في هذه المنطقة. وكنا نفهم منها معنى قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ولكن الحقيقة هذا الخبر، يعني أنا شخصيا فاجأني، أن هناك امرأة ميتة منذ 3 أشهر تلد طفلا حيا. سبحان الله، يعني والله شيء غريب جدا يعني. ولكي يكون كلامنا موثقا، دعونا يعني نتأمل هذا الخبر العلمي. طبعا هنا أيها الأحبة، كما نرى أمامنا من على موقع BBC، عنوان هذا الخبر المنشور بتاريخ 30 مارس آذار 2019، أي قبل أيام: رضيع يخرج للحياة من رحم أمه المتوفاة دماغيا منذ 3 أشهر في البرتغال. طبعا هذه صورة أرشيفية أقيمت في البرتغال جنازة سيدة في 26 من عمرها أنجبت مولودا ذكرا يوم الخميس رغم موتها دماغيا منذ ديسمبر كانون الأول الماضي. سبحان الله، يعني تصوروا أن امرأة كما يقول الخبر عمرها 26 عاما بقي هذا الجنين في بطنها لنحو 32 أسبوعا، ثم ولد بصحة. طبعا هو يحتاج لبعض الرعاية، ويقولون إنه سيخرج بعد 3 أسابيع معافا ويعيش حياة طبيعية. وقد خرج من أم ميتة، فهو خرج للحياة والأم دفنت بعد أن استخرجوا هذا الطفل، أو بعد ولادة هذا الطفل من جنين من رحم تلك المرأة الميتة. الحقيقة أيها الأحبة، والله إن الإنسان يعني يعجب. هذه آية من آيات الله أيها الأحبة، عندما يقول الله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. في أي كتاب يمكن أن نجد مثل هذا الوصف؟ في أي كتاب في الكون، في التاريخ؟ أعطونا كتابا نستطيع أن نجد فيه إشارة علمية لأي حدث أو أي اكتشاف علمي. لا يوجد إلا القرآن الكريم الذي قال الله عنه: وتفصيل كل شيء. فهذا القرآن يفصل لنا كل شيء أيها الأحبة. وهذه ربما الله تعالى جعلها آية لكل ملحد، دليلا لكل من يشك بالبعث يوم القيامة. كيف أن هذه المرأة الميتة منذ 3 أشهر ماتت تلد اليوم هذا الجنين ويخرج للحياة، يخرج حيا من يعني من بطن إنسانة ميتة. كذلك أيها الملحد، حتى لو كنت ميتا
وفي أعماق هذه الأرض الميتة أيضا سوف يهيئ الله تعالى الظروف المناسبة يوم البعث لكي يبعثك ويبعث كل الخلائق من هذه الأرض. لذلك قال تعالى: وكذلك تخرجون. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا أيضا على هذا الدين الحنيف وعلى مرضاته سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.